ويا مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من اكسبلور. امسي عليك يا بسمه ومسا عليكم مشاهدينا، واقول لكم يا مساء الخير والاحساس والطيبه، مساء ما يليق الا باحبابنا. مساء السعاده يا اديب. حلو اننا نبدا حلقتنا بكلمات اغنيه فنان العرب محمد عبده، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. طبعا مشاهدينا زي ما عودناكم في اكسبلور بيكون معانا موضوعات وضيوف مميزين بالاضافه الى كواليس وحصريات، عشان كده تابعوا حلقتنا اللي كالعاده هنبداها بالعناوين. اكسبلور في ضيافه المغنيه الجزائريه كنزة مرسلي. حسين بن محفوظ صانع محتوى يلهم وينصح الشباب. وبنتعرف على آخر صيحات الموضة للإكسسوارات في الصيف. وهتشوفوا تجربتنا في جبل جيس. وبنختم مع قائمة أفضل أفلام 2024. دي كانت عناوين حلقتنا، والبداية هتكون فنية مع المغنية الجزائرية كنزة مرسلي اللي شاركت ببرنامج ستار أكاديمي في نسخته العشرة، واللي قدرت إنها تكسب قلوب الجماهير من جميع أنحاء العالم. واليوم بنعرف من خلال اللقاء الحصري اللي أجراه لي تفاصيل وأخبار جديدة عن الفنانة كنزة مرسلي الموجودة حاليا في دبي. خلونا نشوف اللقاء مع بعض وراجعين. كنزة مرسلي اهلا وسهلا فيكي مع الفجيره. يعني صراحه اول شيء احترت شو بدي اعرفك، فنانه مغنيه او ممثله او استعراضيه؟ انت كله مع بعض، كلهم فنانه، فنانه شامله. شكرا. فنانه الجزائر الاولى اليوم. الله. ممكن توافقي على هذا اللقب يعني، ولا في ناس ممكن تزعل؟ او والله شوف هذا الموضوع يزعل وين ما كان، في اي مكان يزعل. ليه بس انت حقك تقولي انه انا استحق، او ممكن تقولي لا، لا لسه ما وصلت. انا دائما نحب ناخد الراي او الشيء او اللقب، او انا اللي تعنيني الالقاب هذه. أوكي. اول شيء، لكن تعجبني من الجمهور. نعم. من الناس لما يقولوا لي شيء انا نتقبلها منهم اكيد. نحكي عن اخر اعمال انت قدمتيها ولقت صدى كثير كبير، وتحديدا الفوازير. الفوازير هو عمل صعب يحتاج الى وقت وجهد. صح. وتفكير. خبرينا عن هالتجربه، يعني تفاصيل التجربه، لانه هي بتختلف عن اغنيه، بتختلف عن عمل درامي، خبرينا اكثر عنها. كليا يعني الأغنية ممكن تسجلها تدخل تصورها خلاصت. لا، الفوازير يعني مش أغنية، هي أغاني كتير، وكل أغنية ما تشبهش الأختها، وحتى الأغنية الوحدة أو الفزورة الوحدة فيها شحال من لحن. صح. ومن نوع غنائي، فموضوع كان تحدي كبير، ويعني أنواع كتيرة. طبعا. من العالم، عربية، أجنبية، أوروبية، أسيوية، يعني كان ما شاء الله. يعني حتى وغير اختيار الأغاني في اختيار اللوك الأصعب كمان. طبعا. هذا موضوع آخر. طبعا. ستايلست يعني هل تجربة غنية، يعني رجعتنا للذاكرة لنيلي وشريهان. لتفاصيلهم نيلي وشريهان. نيلي وشريهان طبعا، طبعاً هم الأوائل في الفوازير. طبعا. فأنت لما عرض عليك الكونسبت كان طموحك انك تعملي فوازير تتحدي حالك، تكشفي عن مواهبك بالفوازير، لانه الفوازير هي عباره عن
تحدي للمواهب العديدة طبعا. فن شامل صح، فيها الغناء وفيها ومش بس الغناء، حتى في الغناء لازم تكون ممثل طبعا، لازم تمثل الأغنية وتمثل الحالات، وتكون مثلا الأغنية خفيفة لازم تكون خفيفة، الأغنية حزينة لازم تكون حزينة، ففيها تمثيل وحدها، فما بالك التمثيل تاني في التصوير والاستعراض، ويعني تقمص شخصية، أحيانا يكون في قصص وتكون شخصية معينة، مثل مثلا في الفزورة تاع روسيا درنا بائعة الكبريت مثلا، فكاين شخصيات، كاين فوازير فيها استعراض أكثر، اللي كاين فيها قصة أكثر، يعني فيه تنوع طبعا. وهذا الشيء اللي يعني كان صعب وكان حلم أنا تاني بالنسبة لي من كنت صغيرة نشوف فوازير شريهان، ومن اللي خصوصا شريهان يعني. نعم. فكانت حلم. هلا اي فنان بيكون باني لاسم له، عامل شهره واسعه كمان، بيكون حابب انه يعمل ديو مع فنان ايضا ناجح، فنان له اسمه، حتى يتبادل الثقافات الخبرات. مين الفنان اللي انت اليوم فكره انه تقولي هذا حابه اعمل معه ديو هلا هيك خطر على بالك؟ اللي خطر على بالي حالا محمد حمائي. اوكي، هو اللي خطر في بالي. في معرفة شخصية ما بينكم؟ لا، التقيت فيه مرة، مرة كان في الميما أوردز في مصر، كان عندي جائزة، هو كمان كان عندي يعني على معرفة شخصية مع بعض. لا مش شخصية يعني، سلام عادي يعني، بس ممكن يكون في ديو إن شاء الله، ليش لا. طب ما إنه إحنا حكينا محمد حمائي وهو فنان مصري، شو عم بتحضري أعمال؟ في سمعت العصفورة خبرتني، يعني العصفورة بعرف العصفورة إنه في أعمال مصرية عم بتحضري لها حاليا غير الجزائري، فخبرينا بعض التفاصيل منها. هو شوف يعني في أغنية إن شاء الله يعني حتكون في أغنية مصرية، أنا عملت اتجاه مصري. نعم. عملت 4 أغاني مصرية. صحيح. وإن شاء الله ما زلني حابة نكمل في المصري، لأنه كل الناس حبوني فيه، يقولوا لي لازم تكملي في المصري أو في الشرق عموما، سواء يعني مصري لبناني خليجي عموما، فممكن إن شاء الله تكون في أغنية قريبا ومختلفة نوعا ما. أنا دائما نحب كل أغنية بشكل الأخرى. عندك فكرة يعني فيها رسالة معينة؟ يعني اليوم أنتم كفنانين عم بتقدموا رسالة للجمهور، منها متعة وفيها كمان قضية. هل أنت عم بتدور على قضية معينة في الأغنية اللي بدك تقدميها؟ قضية كلمة كبيرة شوية. إيه، ما في قضايا قضايا مرأة، قضايا التعنيف ضد المرأة، يعني في رسائل من الأغاني بتوصل، يعني مثل إليسا مثلا. إيه، هو دائما يكون في رسالة، دائما. نعم. دائما أنا منحبش الأغاني هكا وخلاص. نعم. حتى لو رسالة بسيطة. صحيح. أو رسالة خفيفة ممكن، لكن في الأخير يكون في رسالة 100%. وبخصوص الأعمال عموما، لا في كمان عروض إن شاء الله من مصر. إن شاء الله عروض، في عروض تمثيلية. إيه، إن شاء الله. في سينما مع مين؟ مع مين الشركة؟ لا أنا مش أنا حاسس السوق مش واجدي، مازال ما طابتش كما يقولوا، لسه ما طبختش، لسه ما وقعت. لا ما وقعنا، لا لسه، بس في حديث. ثانك يو كنزة، شكرا كثير. شكرا لكم، كل التوفيق. شكرا. تعرفين بسمة، اتذكر انها كانت اول طالبة في ستار اكاديمي يدخل اسمها في الترند العالمي لموقع اكس. كل التوفيق لها الصراحة في خطواتها اللي جاية، واتوقع انها هتكون من الاصوات الهامة والمهمة جدا في الساحة الفنية. مشاهدينا هنروح لبريك سريع، وراجعين نكمل باقي فقرات حلقتنا، ما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم من جديد. بسمة بسألك، تفضل، هل انت من الناس اللي يشوفون المشاهير او صناع المحتوى ويسمعون لآرائهم وياخذون فيها ولا لا؟ بص، خليني اقول لك ان في مؤثرين فعلا على السوشيال ميديا، من اول ما بتفتح الاكونت بتاعهم بتتبسط برايهم، بتستفيد بيه. صح. طبعا انت عارف السوشيال ميديا الفتره دي كتير قوي ناس طالعه، وفي ناس كتير قوي ما بتستفدش منها حاجه. صح. فعلى حسب، يقول لك اصلا بسمه الكتاب باين من عنوانه. انت لما تفتحين صفحه المشهور وتشوفين ان عنده رسائل هادفه، عنده شيء انت بسمه بتستفيدين منه، راح تشوفينه وتتابعينه. لو شفت انه لا، بتسوين سكيب وتروحين حق اللي بعده. ده حي. فعشان تي انا اليوم عندي ضيف صانع محتوى، طبعا هو مشهور يوصل رسائل بطريقه حلوه وهادفه، وتقدرين بقى تثقين فيه. طيب قبل ما اسيبك مع ضيفك، خلينا نشوف راي الناس في الموضوع ونتقابل بعدين. يلا نشوف التقرير. نشوف التقرير، يلا بينا. نعم، في مشاهير يعني تقدر تاخذ النصيحه منهم، لان محتواهم صادق ومحتواهم جيد. ما في صح مطلق، ما في خطا مطلق، ما في شيء ماشي على يعني، اي حد عنده طريق، فانت ممكن تاخذ، ففي الصح في الغلط، في اللي بينفع معك في اللي ما بينفع معك، فانت على حسب، انت اللي بتنتقل الحاجه اللي انت عايزها. والله مش كل المشاهير يعني تاخذ منهم نصايح، نصهم مش كلهم يعني.
يعني ما كلهم صراحة موثوقين، والسوشيال ميديا خلتنا أكتر يعني فيك، يعني معظم الناس بقت فيك، فما أظن أقدر أخذ من أي شخص طالما إني أنا ما شفت فيديوهات أو أن الكلام ذاته ما يكون متناقض في نفس الوقت. يعني في ناس بتتكلم نصيحة متناقضة عن الثانية، عن أصلا ذاتها الشخصية بتاعتهم كيف. فلا يقولون أنت بتعرف شخص خله يتكلم، يعني من الآخر تكلم حتى أراك، وهذا اندل يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها، وهالشيء اللي حرص عليه ضيفي اللي دوم يسعى لتقديم محتوى فكاهي هادف يحتوي على رسالة أو فكرة تخدم الشباب، صانع المحتوى حسين بن محفوظ. حياك الله ومرحبا. هلا والله وشكرا على استضافتكم في برنامج إكسبلور، لي شرف صراحة. احنا لنا شرف صراحه حسين، وانت من الشخصيات اللي نحن كلنا نحبها. يا حبيبي الله يسعدك، شهاده اعتز فيها بصراحه. يا حبيبي حسين، انت من وين جتك الفكره انك انت تسوي محتوى جميل فكاهي هادف؟ اولا لما نسال ايش معنى محتوى، محتوى معنى انك تقدم شيء تخلي الشخص يستفيد، سواء كان مباشر او غير مباشر. هذا هو هذا هدفي، انه انا اقدم محتوى الشخص، اي انسان سواء يعرفني وما يعرفني لما يشوف فيديو استفاد ابدا يضيفني، عشان بيستفيد باشياء حسب الفيديو اللي راح اقدمه. فهذا هدفي، انه اي شخص لما يشوف فيديوهاتي يكون لو اخذ جزء بسيط، لو جزء بسيط من افكاري يستفيد فيها. حلو. سواء كانت رساله معينه، رساله اجتماعيه او تعليميه او ثقافيه. بس حسين خلينا نكون متفقين ان اكثر الناس او اكثر المشاهير مثلا يقول لك انا اهم شيء عندي اني اضحك الجمهور، اكسب مشاهدات، خلاص مو لازم اركز على رساله هادفه. اني ما هو دايم، حيجي وقته. دائما لما بيقدم، اللي بيقدم الاشياء ما في خطه اصلا انه بيقدم محتوى بس مجرد انه يضحك، حتيجي فتره وخلاص حتنزل. دع شويه للاخره، سواء كان ديني او سواء ثقافي، ارسل رساله تخلي غيرك يستفيد، وهذا شيء جدا حلو ويستمر محبه الناس لك. حلو. يقولون ان مشاهير السوشيال ميديا ظاهره. حلو. فانت تشوف ان صدق هالشيء ظاهره له فتره ويختفي ولا بيكمل؟ على حسب كل شخص. الان ارجع اقول مره ثانيه، اذا الشخص استمر في محتوى يفيد الناس بيلاقي نفسه انه هو قاعد يتدرج في سلسله تطورات في حياته. حلو. الان لو ما عندي اي محتوى، ما عندي اصلا استراتيجيه، ما راح اوصل. فعشان كذا البعض يسموها ظاهره، البعض ما يسموها ظاهره. خلينا من البعض، انت شو حسين بن محفوظ، شو ظاهره؟ انا اشوف نفسي يعني لا قاعد اقدم صح، انه اختلفت. بدايتي كانت رول سكيت، كنت لاعب واستفدت من لعبه السكيت ومكنتها فين، في المحتوى اللي اقدر يفيد البرودكشن، الانتاج والاشياء. حلو. اقدر اصير مصور البس رول سكيت استخدمها سلايدر، اقدر اصير مغامر، اقدر اصير اوري معالم اي بلد او معالم بطريقه شبابيه كروح شبابي، اقدر اسوي اشياء. ربطت هذه الاشياء وطورتها، كنت لاعب والان صرت صانع محتوى، بعدها صرت لايف ستايل اصور ملابس. ففي عده مجالات قاعد ادخل فيها واطورها. حبيت انك متنوع حسين. ايه؟ ابي اعرف منك كم عمرك حسين؟ عمري ايه؟ 23 عكسها 32 العمر كله يا 32. انت تحس حسين يعني عمرك 32 تحس ان انت يعني تقدر تقدم محتوى جميل، تقدر تقدم رساله، يعني التجربه حقتك تسمح لك ان انت تقدم رساله للجمهور؟ انا مستحيل احدد عمري انه بحكم عمري لازم اقدم شيء معين، لا، عمر مجرد رقم. انت ايش تقدر تسوي؟ اقدر اسوي اشياء كثيره ما له صلاح العمر تماما. اقدر العب سكيت، اقدر اضحك، اقدر اقدم رساله جدا مهمه واغلب الناس ما تفهمها، اجيبها بطريقتي. حلو. فما هو محدد العمر صراحه. لا انا ما اقول لك ان العمر محدد. بس انت عمرك الحين 32. حلو. تمام. فانت مريت بعده تجارب. بالضبط. فهل التجارب هذه يعني تسمح لك ان انت تقدم نصيحه اليوم للجمهور؟ طبعا. دائما ايش اقول لك، مثلا يقول اسال طبيب ولا اسال مجرب ولا تسال طبيب. فالمجرب بتلاقيه حس بالمواقف، فلما بيوصل لك الشعور بيوصل لك اياه بكل مصداقيه. اي نعم الطبيب له جزء كبير، ولكن الطبيب بحكم علمه الدراسات بيوصلها بطريقه علميه، اما المجرب بيوصلها بمشاعر، باحساس، بكل شيء. طيب
طب كيف الإقبال اللي عليك حسين؟ تشوف فيه إقبال من الشباب كبير على محتوى حسين؟ طبعاً أنا أشوف وأغلب الناس في السوشيال ميديا أعود بلهم كلمة أنا أشوف ردة فعلهم وأحب أقرأ الكومنتات السلبية أكثر من الإيجابية. حلو. لأنه لازم أعرف نفسي، طول ما الشخص جلس مع ذاته لو جزء 1% يعرف نفسه ويعرف أخطائه، هنا فتح باب لنفسه كبير إنه كيف يقدر يطور نفسه ويحسن من نفسه. حسين أنت مغرور؟ ما أقدر أحكم، الشخص الثاني يقدر يحكم مو أنا. وصلك كومنت قال لك أنت مغرور في يوم من الأيام، قال لك أنت شايف نفسك؟ لا. لا أنا جدا طبيعي، سواء اللي تشوفوه في السوشيال ميديا هو حسين في الحقيقة، لأن أنا قاعد أصور نفسي حقيقتي. وين الغرور في الموضوع؟ بحكم إنك تحكم مغرور يمكن عشان أنا انشغلت ما رديت، لا بس ما تحكم إنه مغرور. صح. إيه؟ طيب أنت تشوف نفسك أنت مش فيك؟ لا وأنا ضد الناس. طبيعي. طبيعي جدا. يعني حسين اللي ورا السوشيال ميديا هو حسين نفسه السوشيال ميديا. بالضبط. لا يزيد ولا ينقص. طيب أبغى أعرف منك الحين إيش اللي اختلف عندك حسين من نسختك القديمة؟ أنت قبل 4 سنوات كنت نسخة، واليوم حسين نسخة جديدة تماما. لن أنكر الماضي، لن أنكر الماضي، ولكن ابتدأ عمري قبل سنتين. حلو. عرفت نفسي، عرفت الأشياء اللي كنت أنا أسويها سواء خاطئة ولا صحيحة، وتعلمت وجربت. الآن لأي أحد يتكلم مع حسين وأكثر مقابلات يجيني كيف الماضي؟ أنا أقول قبل سنتين أقدر أقول لك السنتين هذه السالفية، بس قبلها ما أعرف. حسين دائما يقول لك من ليس له ماضي ليس له حاضر. بالضبط، بس الماضي يتعلم فيه وليس ينشره للعالم، يتعلم فيه لنفسه وينصح غيره، وليس أني أنا أحكي ولا أتكلم ولا أشياء، لا بالعكس. حياة كانت جدا جميلة ولكن فيها أخطاء وفيها أشياء حلوة نحن نتعلم فيها. فأنا أشوف الماضي كان جميل ولكن تعلمني منه أشياء كثيرة لنصحح فيه الحاضر. يعني ضد المشاهير اللي يطلعون يقولك والله أنا في الماضي صار لي وسويت وسويت وسويت، ما راح يغير شيء، البشر مجرد أسباب. طب ممكن اللي أنت مريت فيه بالماضي مر في احد من المشاهدين عندك؟ بالضبط. تمام. أوكي. فانت لما تقول ان انا صار لي وصار لي وصار لي بس اليوم شوف انا وين وصلت، حلو. يمكن هو يتعلم من رسالتك هذه او تكون هذه رساله. ليش لازم اسمع كلام؟ ليش ما يشوف افعال؟ ليه ما يشوف حسين كيف بدأ من خلال السنتين اللي فاتت، بدأ كيف بدأ وكيف وصل، شوف خطواته. ليش دائما اللي نتعلم منهم او نقرا كتب للناس رجال اعمال والامور هذه؟ اقرا، اكتب الاشياء اللي سواها، ما كتب الاشياء الماضي انا سالي وسالي، لا. ايه. يشوف الانجازات عشان تمشي الخطوات وتقدر تتعلم فيها. طيب ابغاك توصف لي النسختين، النسخه القديمه من حسين والنسخه الجديده من حسين بكلمه او جمله مثلا. قديم كان في اقدر اقول تسارع. تسارع. ايه. اوكي. في قرارات. اقدر اقول قلة وعي يعني كانت؟ قلة وعي طبعاً، قلة وعي، وما كنت أتقبل النصائح. يعني كان في غرور شوي. أنا اللي عنيد. أسوي صح. عنيد أكثر من غرور، كنت عنيد. حلو. والحين حسين الجديد تغير. تغير من ناحية إنه ما أقول لك تغيرت 100%، الكمال لله، ولكن طبعاً. تعلمت. لما أقرأ كتب أتعلم، أشوف إيش الصح وإيش الغلط، أسمع النصائح من الناس بطريقة أشوفها بمنظور مختلف بالنسبة لي أنا. حلو. ودائماً أحط نفسي بنفس المكان، أي تجربة فأي إنسان أحط نفسي بمكانه. بس أبي أعرف منك، أنت قلت لي أن أنت قبل ما تسمع النصيحة. أيه. إيش اللي تغير؟ كيف صرت تسمع النصيحة؟ إيش اللي صار؟ في موقف صار خلاك تسمع؟ لا ما في موقف، أعطيت لنفسي فرصة أني أنا أعرف أخطائي قبل ما أشوف أخطاء الناس. أنت لو عرفت أخطائك خلاص. سمعنا أن عندك مواهب ويقولون أن صوتك حلو. مستحيل. لا لا ما في مستحيل. انت مضيعين بيني وبين فؤاد عبد الواحد. لا لا انت مو فؤاد عبد الواحد. لا 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 والله والله صوتي مو حلو. انا ما يدخل، جتني كومنتات يقولون صوت حسين حلو خي غني. صدق انت من جدك؟ والله ما قد سويتها. عادي. لا قبل شوي سويتها. ولا لا كنت اردد بس شغل قبل شوي قاعد تغني. والله صوتي مو حلو والله، اعطيني شيء ثاني اقول لك عيوني. خلينا نطلع شوي من الغنى بنرجع له بعدين. اوكي. الحين ابي اعرف علاقتك انت وحسن، يعني ما شاء الله الله يخليكم حق بعض اخوان، يعني خلينا نقول صوره حلوه للاخوان ما شاء الله الله يحفظكم. امين. ابي تكلمني عن علاقتك انت وحسن مع بعض. هذا اخويا وروح توأم روحي، يعني كان هو سندي وعزوتي
عضيضي، اخويا اخويا مستحيل استغنى عنه. الله يخليكم. صح انه صار بعد بينه وبينه، لكن مشاعر واحدة، احساس واحد، تأثير واحد. انا اسخن هو يسخن بعد بيوم، هو يسخن انا بعده بيوم. تكلم على توأم. بس حسين ترى البعد مرات يقوي العلاقة. طبعا طبعا. حسن يعني ما في كلمة ولا لو اتكلم من دحين لين سنين ما اقدر اوفي بحقه. بالضبط. احنا ما نبي نقلبها حزن الحين يا حسين. خلينا نكون فكاهيين اكثر. اوكي ايوه. وش المواقف الحلوة اللي صارت انت معاك انت وتوأمك حسن ما تنساها؟ يعني مواقف حلوة، نفس مثلا فيلم عسل اسود لاحمد حلمي كان هو يلعب بعض الشخصيات انه توأم، فنبي مواقف حلوة تضحك. يعني كنا في نادي واحد، حساب واحد. حلو. هو يوم يعني هو يدخل نادي ولا يدخل الفرع الثاني في نفس الوقت بنفس الصورة، حساب واحد. فكنت انا اروح احضر مدرسته وهو يحضر مدرستي. زين في البيت يضيعون بينكم ولا في ابوي يضيع؟ امي لا. ايه ابوي بدل ما يصحي حسن في المدرسة كان يصحيني انا، واقول له انا دوام مو مدرسة، انا الساعة 9 دوام خطوط. كنت اصحى اقول له لا الثاني مو انا، ارجع اكمل النوم. للحين يضيع الوالد؟ في الصوت ايوه، بس الحين لا خلاص بحكم انه هو يعرف انه حسين في دبي وحسن في السعوديه خلاص. طب انا الحين كيف اعرف اذا انت حسن ولا حسين؟ يعني في علامه؟ هذه خلاص بالنيه. بالنيه؟ اي بالنيه. يعني مره اقول لك حسن مره حسين؟ على حسب اللي يجي مشي انت عادي. حسين ايش الاشياء اللي انت ركزت عليها ساعدتك في يعني نشر محتواك خارج الخليج؟ هي اغلب الفيديوهات اللي انا سويتها خارج الخليج هي فيديوهات انسانيه، يعني زي الاحداث اللي صارت في سوريا وتركيا الزلزال، يعني جسدت نفسي كاني انا مكانهم، ايش حيكون شعوري. رسائل كنت اوصلها للناس اللي خارج، وطبعا يعني خليجنا واحد، هذا واحد، وعادات وتقاليدنا واحده تماما. فلما اطلع لخارج الخليج لابد اني اوصل رسائل انه نحن كيف تعاملنا، كيف نحن الخليجيين، كيف نتعامل بكرمنا باصولنا بتعاملنا. فهذه اكثر شيء انا اوصلها خارج الخليج. اما مشاركاتي مع خارج الخليج هي الرسائل الانسانيه اللي اوصلها للناس. جميل. طيب ايش الشيء الجديد اللي بيقدمه حسين للجمهور؟ الجديد انه راح اسوي فيديو يحكي ليوم الاتحاد الاماراتي. يا سلام. يحكي بتفاصيله وبطريقه وكيف صارت كيف كان زمان وكيف تطور وايش الاحداث اللي صارت، لان اغلب الناس ما تعرف الاحداث. يعني اغلب الناس مو اللي في الامارات، خارج الامارات، خليج، لازم نوريهم ايش الاحداث اللي صارت بحكم اللي صارت الامارات العربيه المتحده. يا سلام عليك، اتمنى كل التوفيق بهالعمل. امين امين يا رب. وابغى اعرف منك بعد اني رساله انت حابب توصلها من اكسبلور للمشاهدين. نصيحة يعني كمجرب، اولا اعرف اخطائك وقدم شيء حلو. مصيرنا نحن حنروح، ولكن اثر جميل يكون لك في الاخير، سواء يدوم لك للاخرة. ووصل رسالة لاي شخص لما يتابعك، يتابعك لانه استفاد نصيحة، لانه هذا حيطورك بشكل كبير. حتقدم محتوى ما له هدف لك فترة معينة وراح تحس نفسك طايع. انا ليا من 2011 في السوشيال ميديا ومستمر على الاشياء اللي اتعلم منكم انتم، ولكن اطورها بشكل مختلف للناس واوصلها برساله جميله. الله يوفق كل الناس. اي احد داخل السوشيال ميديا لا تسمع كلام الناس، لانه كلام الناس لا بيودي ولا يجيب. ما شاء الله عليك. الله يسعدك. حسين اخر سؤال لي. قول لي. متى بنشوفك في القفص الذهبي؟ ما هو الان، لانه الانسان اللي راح تيجي ما راح اظلمها، فانا الان لست جاهز في هذا الموضوع حتى اسس نفسي ثم ربي يرزقني، فما هو الان وان شاء الله. حسين شكرا لك. يا حبيبي الله يسلمك. تواجدك جميل معانا، شخصيه جميله. الله يسلمك. اشتغل على نفسه، طور نفسه، وياسين نشوف التطور هذا. يا بعد روح نتعلم منكم والله. يا حبيبنا، دحين دائما هنا في اكسبلور شو نقول؟ لا تلف ولا تدور. خليك مع اكسبلور. شكرا لك يا حسين. اذا مشاهدينا اكسبلور مكمل وياكم، بس الحين بنطلع لبريك سريع وبرجع لكم انا وبسمة عشان تشوفون تجربتنا في جبل جيس، خليكم ويانا.
رجعنا لكم مره تانية فقرات اكسبلور لسه مكمله معاكم، ودلوقتي هتشوفوا تجربتي انا واديب واللي كانت في جبل جيس واللي تعتبر قمته هي الاعلى براس الخيمه. وطبعا اكتشفنا وايد اشياء وصارت لنا وايد مواقف، خلونا نروح نشوف الفيديو وراجعين. ويا مرحبا بكم مشاهدينا، نحن اليوم وين؟ بجبل جيس. انا وبسمه، حابه تنتقم لان الالعاب هنا كلها سريعه. وهو بيخاف من كل حاجه سريعه. صح. فقررنا ان احنا نيجي ناخد حقنا من اديب. ومش هنقول احنا هنعمل ايه، ايه رايكم؟ ما تيجوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا؟ يلا. يلا. قد ايه ببساطة، قد ايه خطيرة، مش عارفة اوصف بسرعة. اديب من هذا المنبر يرفع الشارة البيضاء. انا اسف، انا تعذبت اليوم. اديب احنا ستيل لسه في الاول. شوفي للامانة التجربة وايد حلوة بسمة جدا، بس حق الناس اللي يحبون الحماس وايد. طيب ما هو احنا جايين هنا عشان الحماس وايد. بس ما ها تخوف. بص انا الاحساس اللي جاي لي اول ما ركبتها ان انا عايز اطلع كل طاقه سلبيه جوايا. فانت في وسط الجبال محدش سمعك، فبتطلع كل حاجه سلبيه. تسمع صوتك تصرخين. اه انا احساس اللي جاني يا بسمه يوم ركبتها ابغى اوصل. لا من هناك بس ابغى اوصل. طيب او احنا متفقين ان الاكسبيرينس دي مش هينفع ان انت تستسلم ولا تمشي منها، فاحنا هنكمل وربنا يستر عشان انا خايفه اديب ما يحصل له حاجه في الطريق. اقتلوني يا جماعه. لا نكمل يا بسمه. يلا يلا يلا. ودلوقتي بلاتفورم الثانيه وانا جاهزه. بس ما اخذت حقها وانا الحين خايف ومتوحد، فانا استنى اللعبه هذه تخلص عشان اخلص انا. يا جماعه انا بوقف خلاص. اوكي اوكي. هاي بسمة. يعني انت تمام؟ انا اتخضيت. والله العظيم. الصدق تخوف. يا جماعه انا بوقف خلاص. والله العظيم خايف، تخوف وسريعة. الأولى كانت أسهل، الثانية أصعب، وكل شوي بتصير أصعب، فالله يستر. طيب هو المفروض إن إحنا كده عملنا الحاجات السهلة. خليني أقول لك شيء. خليني أقول لك أنا شيء، إن إحنا عملنا السهل. أوكي. الصعب جاي. إيه بس أنا عندي استعانة بصديق. مين؟ صاحبي. ولا هيعرفك. لا أنا أقول لك شيء. ولا هيعرفك. ها؟ شفتي المرة هذه؟ ها؟ أسهل واحدة. ايش معنى؟ قال لي اعطاني تكنيك ان شوي شوي ولا تشد على نفسك. طيب هو التكنيك بتاعها ان انت تمسك كويس ورجلك الكروس بتاعها يبقى متماسك ومضمون. صح. بس خلاص انا شو كنت اسوي؟ كنت امسك بقوه، لما امسك بقوه قاعد ايدي تعورني. عشان انت وخارج. كنت مركز هي. في الخوف عن ما انت تعرف اصلا ايه المفروض نعمله فوق. بس خليني اقول لك برضه ما تغلوش على اللي هيحصل عشان اللي جاي. واخر حاجه، وطبعا انت يا اديب مش هترضى. انا ما بلعب، خلينا نكون صريحين، يعني زيب لاين وسرعته 160 كيلو متر انا ما اقدر. ايه المشكله؟ المشكله ان انا اخاف. طب ما نجرب. انت جربي. اه واعطيني رايك، لو حلوه وما تخوف بركب. والله يا اديب انا نفسي اخليك انت اللي تجرب الاول. لا انت جربي، لو حلوه بركب. يلا بينا. انا متحمسه جدا جدا.
بس بفكر ارجع، ايه رايكم؟ بعيد قوي، طب ارجع؟ أنا أنزل؟ مستحيل، والله مستحيل. هم عندهم الجرأة وبعين أعمارهم، أنا واحد مبايع عمري، أنا قاعد ومريحهم يخلصون يرجعون هني ونتفاهم مع بعض، بس إني أنا أنزل؟ No way. صراحة أنا اتبسطت قوي قوي قوي، بس جعانة قوي 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 قوي. والله شوفي أنا الصراحة استأنست وايد والأكل وصل. هذه الحين بسمة تعتبر تجربتي. تجربتك أنت. أنا الزبلاين والألعاب السريعة تجربتك أنت. ده حقيقي. أنا لعبت، أشكرك إن خليتيني أكسر الخوف، جربت تجارب حلوة وياك. ست مرات لعبنا اللعبة هذه، كانت سريعة وحلوة. بس أنا كان نفسي أجرب الزبلاين كمان، لأن هي بجد هي ما متخوفش زي اللي فاتوا، اللي فاتوا كانوا اصعب. المره الجايه بقى، المره الجايه جرب الاكل يا بس. ناكل الاول. يلا بسم الله. يلا بينا. على فكرة أنا اتبسطت واستمتعت جدا يا أديب بالتجربة دي، أنت عارف قد إيه أنا بحب التجارب اللي يعني بالنوعية دي، وخصوصا إن كانت الطبيعة في كل حتة حوالينا. فعلا بسمة المكان وايد حلو، وأنا أشجع الناس يروحون للي يحبون المغامرات نفسي ونفسك، ترى المكان وايد حلو وفي وايد فعاليات. وحق الناس بعد اللي يحبون يسوون جلسات مديتيشن بعد بيناسبهم المكان. ده حقيقي. المهم الحين خلينا نتكلم على موضوعك انت، موضوعك اليوم اكسسوارات وبنات، انا الموضوع هذا مالي فيه، فانا بروح ارتاح شوي واخليك مع ضيفتك واشوفك بعدين. تمام يا اديب. مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض الاكسسوارات الترند في الصيف مع ضيفتنا نهله رابي، تابعونا. طبعا الاكسسوارات من اجمل التفاصيل اللي بتكمل اللوك، بما اننا داخلين على فصل الصيف اللي بيتميز بالوانه الجريئه في اللبس وفي الاكسسوارات، اكيد بنكون عايزين نعرف ايه هي اخر صيحات الموضه في الاكسسوارات للصيف. هنتعرف على كل ده مع ضيفتنا الستايلست نهله ربيع. اهلا وسهلا بيكي نهله، منوره اكسبلور. اهلا يا بسمة، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. قوليلي انا كلمه اكسسوارات يعني ايه؟ بصي الاكسسوارات هي الحاجه اللي بتكمل الاوتفيت بتاعنا، يعني من غير اكسسوار الاوتفيت بيبقى ناقص، سواء في الرجالي او في النسائي او حتى الاطفال. فاحنا دايما بنحط يعني زي بنكمل الطبخه بالاكسسوار بتاعنا، ايا كان هنلبس الاكسسوار في از جولري، في شعرنا، الباجز، الشوز، ايا كان، بس هو ده اللي بيكمل الاوتفيت بتاعنا. ايه الجديد معانا في الصيف بالنسبه للاكسسوارات؟ طيب بصي بالنسبه للاكسسوارات هي دايما بتبقى موجوده معانا، يعني في الصيف في الشتاء هي تقريبا حاجات واحده اللي هي خلينا نقول زي ما قلت لك الشنط، الشوزات، الجولري او وات ايفر زي السكارف، الحاجات اللي هنلبسها في شعرنا، كل دي موجوده سواء في الشتاء في الصيف في الخريف في الربيع كله موجود، بس بتختلف ممكن في الديزاين شويه سنه عن سنه. ايه الترند بقى للصيف؟ احنا عايزين الترند، عايزين حاجات الترند. الترند الالوان، يعني الالوان بتاعه الهدوم السنه دي هتكون شويه يعني باستل، لكن الاكسسوارز هتكون مفرقعه شويه، يعني الالوان جريئه بتاعه الاكسسوارز، يعني اللي هي الفسفوريك يعني. يعني مثلا الفوشيا، الاورنج، الاحمر، الاصفر الصارخ، كل الاكسسوارز هتبقى الالوان اللي هي الصارخه، في عكس ان اللبس هيكون باستل.
حتى في الشنط هتبقى الالوان كده، حتى في الشنط الاحمر. يعني عندنا مثلا في الفاشن كهدوم الريد اللي هو الصارخ مش موجود معانا، موجود بداله البرجندي، انما هتلاقيه في الباجز الاحمر الصارخ، هتلاقيه في الشوزات، هتلاقيه بقى في كل الاكسسوارز الثانيه، في السكارف زي مثلا اللي انت لابساه كده، في السكارفات، في كل الحاجات اللي هي ممكن تكمل اللوك هتلاقي الالوان الجريئه. طيب هي الاكسسوارات لازم تكون يعني صارخه باينه كده في اللبس، ولا تكون هاديه مع الطقم اللي انا لابساه، ولا على حسب اللون، ولا حسب يعني اختار ازاي الاكسسوارز بتاعتي؟ اوكي، بنختار الاكسسوري على حسب الاوتفيت بتاعنا، هيكون كاجوال ولا هيكون هو فورمال، ولا لابسه هوت كوتشور، على حسب ايه الاوتفيت بتاعك. يعني مش كل حاجه يعني هي واحده بنلبسها على اللبس كله. بالنسبه للصيف زي ما قلت لك الالوان بتاعته اللي هي الجريئه، بس برضو عايزة أقولك حاجة، الألوان الجريئة دي مش هنلبسها في الفورمال. يعني هي موجودة في الصيف وكل حاجة، يعني ألبسها على البحر، ألبسها في خروجات، لكن في خروجات الصيف وكل حاجة، بس في الفورمال لأ. برضو هنرجع للتقليدي بتاعنا في اللبس الفورمال والشغل بتاعنا. بس يعني مثلا انت كان اللبس بتاعك مختلف عن لبس لما تكوني حد رايح انترفيو او شغل ميتينج وكلام زي كده، هيبقى مختلف، بيكون تلبسي الالوان الحياديه مش هتلبسي الموسترد والحاجات الاحمر والكلام ده. كمان عايزه اقول لك ان اللون الجولد السنه دي ترند جدا جدا في لبس بقى، في اكسسوري، في اي حاجه، حتى لبس جولد كمان جدا. جدا. طيب الالوان الصرخه دي والاكسسوارز اللي بيبقى فيها الوان فوشيا، بينك، ايا كان الالوان عامله ازاي، بتليق على اي حد؟ يعني ممكن اي حد يلبس الالوان دي؟ دي الوان يعني عاديه، بالذات في الاكسسوري. يعني ممكن خلينا نقول ان اللبس ممكن نختار صح الدرجات اللي تليق على السكين بتاعتنا، لكن الاكسسوارز عادي. يعني احنا زي ما قلت لك بنكمل بيها اللوك، فممكن لو هي نفسها تلبس لون مش لايق على بشرتها ممكن تلبسه في الاكسسوري، لان لو لبسته في باج او في شوز او في مثلا توكا، يعني اللي هي الكليبس او اي حاجة، يعني هي بس لبست اللون وغيرت اللوك كله بس بحاجات بسيطه يعني. طيب احنا بنعرف الناس من يعني شخصياتهم من لبسهم. مظبوط. الاكسسوارز برضو كده؟ طبعا طبعا. يعني في الشخص الجريء هتلاقيه بيلبس اكسسوري كتير وحاجات كبيره، وهتلاقي الشخص الهادي البنات الرقيقه هتلاقيها بتلبس الحاجات السمبل جدا جدا. وما تقدرش تلبس الوان، هتلاقيها مش قادره تلبس الالوان. فطبعا طبعا الاكسسوارز زيها زي اللبس نفس طيب الحاجة. هو في اتجاه محدد لحجم الاكسسوارز في الصيف ده؟ الاكسسوارز كبيره كبيره. يعني كل ما البس اكسسوارز كبيره كده انا ترند. يعني الايرينجز كبيره، الحلقان كبيره، النكلس. بس اي ثينك ان انا لو لبست حلق كبير مش هينفع البس عقد كبير. مظبوط صح كده؟ مظبوط. زي ما انت لابسه النهارده سكارف بس حلقك صغير قوي، ما ينفعش مثلا تلبسي سكارف ومع حلق كبير. ابدا ما ينفعش. لابسه حلق كبير زي انا لابسه حلق كبير، ما ينفعش ابقى لابسه معاه حاجه، ممكن حاجه سيمبل قوي زي كده بس. لكن نفس الحاجه البريسلت، لبستي في البريسلت اللي هي كمان الكبيره دلوقتي نازله موضه جدا، لبستيها ما تلبسيش معاها خاتم بقى كبير. يعني هي بصي كل الموضوع استنس بقى يعني. انت تظبطيها. بس زي ما قلت لك في ناس مثلا جريئه جدا فتلاقيها بتلبس كله مع كله وبتطلع حلوه، بس هي شخصيتها لاقى عليها ده. يعني بالنسبه لنا اكسسوارات الشعر ايه الجديد؟ بصي يا ستي، الجديد عندنا في الاكس، عارفه التوك القديمه بتاعت زمان اللي هي الراك اللي بيبقى فيها ستراس، بس هي التوك دي نزلت موضه جدا وكلها ستراس بقى، وكبيره وصغيره، ودي نازله موضه جدا. البابيون برضو موضه جدا، كان يعني السنين اللي فاتت كان. انا عايزه اقول لك ان انا شفت حاجه جديده على السوشيال ميديا بيحطوا الجليتر، والجليتر طبعا، بس طبعا مش هتحطيه في اي وقت، بس كمان ترند يعني جدا. انا اي ثينك ان هو ترند لان انا شفته كتير على السوشيال ميديا ترند. الحاجات طبعًا اللي بتلمع دي دلوقتي هي بيحطوها موجوده، يعني مثلا لو رايحه ايفنت او كده بيحطوها، بس طبعا مش في اي وقت يعني الجليتر وكده. لكن التوك دي موضه، الكليبسات اللي هي بستراس موضه جدا، البيرز موضه جدا جدا، الهاتس موضه هتفضل موضه معانا انت عارفه.
للشباب والبنات ولا بنات بس؟ الهات للشباب والبنات موضة، والكاب كمان السنة دي الولاد موضة. ايه اكسسوارات الشباب 2024؟ بصي الخواتم موضة، البريسلت الجلد البني والأسود، كمان في البريسلت الأحجار للولاد. انا ما بفضلش برضه، عشان يعني اقول لك الحته دي، ما بفضلش الولاد اللي بتلبس يعني خواتم كتير. يعني هو ترند بس يعني اتليست ممكن نحاول ايه نلبسه ما يبقاش كتير، لان ما بيبقى كتير بصراحه بيبقى مش حلو فالجر يعني. السلاسل، بس السلاسل بالدلايات، كانت زمان بيلبسوا سلسله ساده كده ما فيهاش حاجه، لا السلاسل بالدلايه، وكمان بتبقى سلسلتين. دي موضه جدا، دي جديده، دي جديده. طيب نهلة، انا طبعا انت قلتي الاكسسوارات دي حاجه مهمه، وانا عايزه اشكرك عشان انت حطيتي لمسه بسيطه صغيره، انا عايزه اشكرك عليها جدا، غيرت الطقم كله من ضمن الاكسسوارات. صح صح، غيرته خالص. وزي ما بقولك انت حطيتي دلوقتي النهارده، حطينا احنا سكارف، لو كنتي حطيتي نيكلس كان الاوتفيت هيبقى غير خالص، هيتغير خالص. فهتحسي حاجة تانية. والحركة دي طبعا درجة في الصيف ده جدا، وهي الحركة دي نخترتها لك عشان احنا نتكلم عن الصيف. شكرا ليكي جدا يا نهلة، ونورتينا في اكسبلور. ثانك يو، انا مبسوطة جدا انا بقناة الفجيرة. ثانك يو قناة الفجيرة، وثانك يو اكسبلور، وميرسي جدا يا بسمة، انا مبسوطة اني اتكلمت معاكي وكان الحديث حلو جدا. مشاهدينا فاصل سريع وهنعرف قائمة افضل الافلام 2024، استنونا. ويا مرحبا بكم من جديد، والحين وصلنا لاخر فقراتنا لليوم، واللي اخترنا لكم فيها 6 افلام تعتبر من افضل الافلام في 2024 حتى الان بناء على اراء الناس من محبي الافلام. ونبتدي مع فيلم Ordinary Angels، وهو فيلم درامي مستوحى من قصه حقيقيه تدور احداثه حول رجل ارمل بيواجه صعوبات ماليه من اجل علاج اصغر بناته اللي تحتاج الى عمليه زراعه للكبد في اسرع وقت. الفيلم حصل على تقييم 7.5/10. Your income's only $3,600 a month. Yes, ma'am. That's not good, Ed. No, ma'am. I'm gonna put together a press kit for corporate donations, that kind of thing. ونروح لفيلم Land of Bad، وهو من أفلام الإثارة والأكشن، والدور قصته حول فريق يقوم بأداء مهمة في الفلبين، إلا أن الفريق بيحاصر في مكان دون أسلحة ولا يوجد سبيل للنجاة. الفيلم حصل على تقييم 7/10. Weapons away. وصلنا الفيلم Sleeping Dogs، وهو فيلم من أفلام الجريمة والأكشن، تدور أحداث الفيلم حول المحقق المتقاعد اللي بيعاني من مرض الزهايمر، وأثناء رحلة علاجه بيطلب منه دكتور جامعي مسجون محكوم عليه بالإعدام إعادة النظر في قضيته ومحاولة إثبات براءته، فيوافق المحقق ويبدأ رحلة البحث عن الحقيقة مستعينا بذكائه وخبرته، لكن هالقرار يعرضه للخطر. الفيلم حصل على تقييم 6.8/10. If we've put away the wrong guy, this was a chance for us to make that right. Move on and forget about all this. وإلى فيلم رود هاوس، وهو من أفلام الإثارة والأكشن، والدور أحداثه حول المقاتل الشرس واللي بينافس في بطولة UFC، واللي انتهى به المطاف إلى العمل كحارس أمن في إحدى حانات فلوريدا، ومع مرور الوقت بيكتشف أن الحانة تحت سيطرة رجل أعمال فاسد يدير شبكة من القتال الغير قانوني تحت غطاء الحانة، واللي بيخلي البطل يستعرض مهاراته القتالية ليحمي البلد من الفوضى. حصل الفيلم على تقييم 6.8/10. ونروح لفيلم كود 8 بار 2، وهو الجزء الثاني من فيلم الأكشن كود 8، واللي تم إصداره في 2019، ودور أحداث الجزء الثاني حول مدينة خيالية بيولد بها 4% من السكان بقدرات خارقة بيتم مراقبتهم مراقبة شديدة من قبل الروبوتات، وبتكاف أحد الفتيات في سبيل تحقيق العدالة بالانتقام من الرجال الفاسدين لتسببهم في مقتل أخيها. حصل الفيلم على تقييم 6.5/10. وصلنا لفيلم دامزل، وهو من أفلام الخيال العلمي والأكشن، وبتدور أحداثه حول البطلة اللي أرسلوها في رحلة للزواج من أمير ساحر، فتتفاجأ أنه مجرد قربان لسداد دين قديم للعائلة المالكة، فتظهر عليها الشجاعة لمواجهة تنين ضخم معتمدة في ذلك على ذكائها وإرادتها في البقاء على قيد الحياة. حصل الفيلم على تقييم 6.6/10. To protect our people.
وهنا مشاهدينا بكون خلصت حلقتنا النهاردة. انتظرونا الحلقة الجاية لأن أكيد هيكون معنا أخبار وترندات كتيرة. وكالعادة أحب أقول لك إذا كنت مهتم تعرف كل الترندات الجديدة فلا تلف ولا تدور، خليك مع إكسبلور.